خرجوا داروا حوارات باش ما نكونوش عدميين ونقولوا انه ما كاينش مكتسبات. فعلا كاينين المكتسبات، بالتالي حنا ماشي عدميين. هل هذه المكتسبات كافيه؟ نقول بانها مكتسبات غير كافيه. هل كان ممكن تجويدها؟ فعلا كان ممكن تجويدها. هل انصفت الجميع؟ قطعا لم تنصف الجميع، والدليل انه فئه ديال الاخوان ديالنا في الابتدائي والاعدادي اللي مازال ما تنصفوش بالشكل اللي يوازي التضحيات ديالهم وفعلا احسوا بغبن. هل تدبير الازمه من طرف الحكومه كان سليم؟ قطعا انه كان غير سليم، كان غير صحيح، والدليل ان الازمه استمرت لثلاثه اشهر. هل خرجت بعض المسؤولين الحكوميه موفقه؟ قطعا غير موفقه، والدليل الان ما نراه من شخصنه الامور من طرف بعض المسؤولين المركزيين وما يمكن قوله. هل الوضع الان، المشهد الان الوطني لا يحتمل المزايدات؟ احنا كجسم تعليمي واعيين بخطوره المرحله، واعيين بصعوبه المرحله، لانه احنا ابناء هذا الوطن، احنا تتهمنا الدراسه العموميه، احنا تهمنا التلميذ العمومي. لذلك المشكل الان كما قلنا سابقا، فكاين باقي مشكل ديال انعدام الثقه، والدليل حتى الخروج ديال هذ الاخوان هنا معالجه. غير نعطي غير نموذج، ملي تقول معالجه الاقتطاعات وتتخلي ديك معالجه فضفاضه قابله للتاويل، دونك هنا انت راك تجسد هذ انعدام الثقه. لذلك من الحكمه، اقول من الحكمه اننا نستعد الثقه لما كان الطبيعي هو القسم. وحنا فعلا اشتقنا لابنائنا واشتقنا للاطفال ديالنا، هذا لا شك فيه. ولكن العوده فهي عوده ملي خرجنا في الاول، خرجنا بكرامه، سنعود بكرامه عبر اجراءات تجسد الثقه اللي المفروض انها تكون بيناتنا. ولكن في نظرك، في الوقت اللي الاستاذ يحن انه يرجع وتيصطدم باقتطاع، احنا غدا ان شاء الله غادي يدوز الفيرمون، غادي يدوزوا لي فيرمون. النفسيه ديال الاستاذ اللي معول انه حتى انه معول يرجع مثلا الاسبوع المقبل ورجع يخدم، وتلقى انه تقتم الاقتطاع ديال ثلاثه مبالغ كبيره في تدبير حكومي ارعن للملف. هنا ملي كنا يعني ننتقد التدبير الحكومي، راه مثل هذه الاجراءات هي التي تزيد الطين بله وتشعل، اضافه لبعض التصريحات اللامسؤوله ديال بعض الناس، بعض المسؤولين الحكوميين. فكما قلت، التدابير الاقتطاعيه الان في هذا الظرف، هذا دليل لانه فعلا هاد الناس ما واعيينش، ما عاطينش بالاهميه وما واعيينش بالحجم ديال المسؤوليه الملقاه على العاتق ديالهم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.